بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم معايا على قناه اميره والكروشيه. معاكم ميرفت ياقوت، ادمن جروب كروشيه الاميرات. في فيديو النهارده ان شاء الله هنشتغل مع بعض شريط من الكروشيه، شكله حلو جدا وسهل وبسيط وما بياخدش وقت خالص في الشغل. الشريط هو تكرار لاربع سطور بس، يعني مع تكرارك لاول اربع سطور هتلاقيه سهل معاكي وهتشتغليه بكل سهوله باذن الله. الشريط ده انت ممكن تستخدميه كماسك لعلاقة الستارة، بانك بس تركبي زرار هنا في اخره وتعتبري ان اول بداية السطر دي هي العجوة، هيبقى شكله حلو جدا. وكمان ممكن تستخدميه كشريط لعمل ستارة او بليرو بلوزة اللي انت عايزة. تمام، انا هشرح معاكي الطريقة بتاعته وكمان هوريكي في اخر الفيديو ازاي تشبكيه لو حبيتي تعمليه كشرايط وتشبكيها في بعض. يلا بينا نبدأ مع بعض شرح الشريط. وقبل ما نبدأ، لو لسه ما اشتركتيش في القناة تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس وكمان دوسيلي لايك عشان تشجعيني اعمل كل جديد. يلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الغرزة من مضاعفات العدد 14 زائد واحد، يعني انت لو هتعملي بلوزة او كوفية او بليرو زي ما انت عايزة هتعملي تكرار لل14 سلسلة، وبعد ما توصلي للمقاس اللي انت عايزاه بتزودي سلسلة واحدة. اما هنا انا هشتغلها كشريط فهشتغلها عبارة عن 15 سلسلة، يعني 14 زائد واحد. فاول حاجة هتعملي عقدة البداية وهتشتغلي 15 سلسلة، واحد اتنين خمسة ستة سبعة عشرة حداشر اتناشر 15. كده انا اشتغلت 15 سلسلة، ال15 سلسلة دول 14 سلسلة وزودت سلسلة. تمام، السطر الاول هرتفع 3 سلاسل، ودول ارتفاع لاول كل سطر، ودول اللي لو هتعملي الشريط وتشبكيه في بعضه هتشبكيه عن طريق الثلاث سلاسل دول. هتدخلي جوه رابع سلسلة وهتشتغلي صدفة من عمودين بلفة، سلسلتين عمودين بلفة. كده اشتغلتي عمودين هتشتغلي سلسلتين، وهتدخلي في نفس السلسلة تشتغلي اتنين عمود بلفة، واحد اتنين. بعدهم هتشتغلي 6 سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، وهتعدي سلسلة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، وفي السلسلة رقم 7 هتدخلي وتعملي عمود 3 سلاسل عمود، واحد وبعدين 3 سلاسل، وتدخلي في نفس السلسلة تشتغلي عمود. بعد كده هتعملي 6 سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. هتاخدي لفة على الابرة، وهنا برضو لو عديتي هتبقى اخر سلسلة عندك هي 7 سلسلة، فهتدخلي وهتشتغلي الصدفة برضو اللي بتبقى عندك في اخر السطر اللي هي عبارة عن عمودين سلسلتين عمودين، واحد اتنين. ده الشكل عندك، هيبقى عندك صدفة في الاول وصدفة في الاخر، واللي في النص دي هتكون فيها غرزة المروحة. تمام، السطر التاني هترتفعي 3 سلاسل، ودول برضو اللي بيبقوا ثابتين عندك في اول كل سطر، وهتاخدي لفة على الابرة وهتدخلي تشتغلي جوه السلسلتين الصدفة الثابتة معاكي في اول السطر اللي هي عبارة عن اتنين عمود سلسلتين اتنين عمود بلفة. هنا هيقل معاكي وهتبقى بدل 6 سلاسل هيبقوا 4، فهتشتغلي واحد اتنين تلاتة اربعة، 4 سلاسل، وتاخدي لفة على الابرة وهتعدي من فوق السلاسل تدخلي جوه الثلاث سلاسل تشتغلي فيهم 9 عمود بلفة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. فانت كده اشتغلتي صدفة، وبعدين اشتغلتي 4 سلاسل، وبعدين اشتغلتي 9 اعمدة جوه الثلاث سلاسل. بعدهم هتعملي 4 سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة. عندك السلاسل بتبقى ثابتة، هنا هتكون غرزة المروحة، فهيبقى عندك عدد السلاسل قبلها نفس عدد السلاسل بعدها. وبعدين هتدخلي جوه السلسلتين بتوع الصدفة وهتشتغلي الصدفة الثابتة معاكي، والصدفات دي هتبقى فوق بعض على طول، فوق كل صدفة في صدفة. ده كده شكل السطر التاني عندك. السطر التالت هترتفعي 3 سلاسل، واحد اتنين تلاتة،
وهتاخدي لفة على الإبرة وهتدخلي تعملي الصدفة، واحد اتنين وسلسلتين وعمودين، واحد اتنين. هنا هتقل معاكي السلاسل وهيبقوا تلاتة بس، واحد اتنين تلاتة، وهتدخلي على كل عمود من السبعة من التسعة تشتغلي عليه عمود، واحد وبعدين عمود على التاني وعمود على التالت وعلى كل عمود عمود كده، أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. انتي اشتغلتي ثلاث سلاسل وبعدين اشتغلتي على كل عمود من التسعة عمود، بقى عندك تسعة أعمدة. هتشتغلي ثلاث سلاسل زي ما اشتغلتي قبلهم ثلاث سلاسل، بتشتغلي بعدهم ثلاث سلاسل، وبتدخلي جوه السلسلتين وتشتغلي الصدفة الثابتة اللي هي اتنين عمود بلفة، سلسلتين اتنين عمود بلفة، واحد اتنين. ده كده شكل السطر التالت عندك. الغرزة هي تكرار لأربع سطور بس، احنا كده وصلنا للسطر التالت، وهي سهلة زي ما انت شايفة كده. هترتفعي ثلاث سلاسل وهتعملي الصدفة، يبقى انت كل اول سطر بترتفعي ثلاث سلاسل وبتعملي الصدفة اللي هي عمودين سلسلتين عمودين، تمام. بعدهم هتشتغلي سلسلة واحدة بس، يبقى قلت معاكي السلاسل وبقت واحدة. هنا بتقل معاكي السلاسل وبتزيد معاكي وبيزيد معاكي عدد الأعمدة، فبالتالي بيطلع برضو معاكي الشغل مستقيم زي ما انت شايفة كده. هتعملي على كل عمود من التسع أعمدة عمودين، فهيبقى عندك 18 عمود. على كل عمود هتشتغلي اتنين عمود، واحد اتنين، هتفضلي تكرري كده لحد اخر عمود من التسعة، فهيبقى عندك في الاخر 18 عمود، عشان تسعة في اتنين ب18. واحد اتنين واحد اتنين، والعمود الاخير ده ما تنسوش عشان هو شكله كده مش باين، تعملي عمودين، تمام. ده بقى الشكل عندك زي ما انت شايفة كده، عشان كده سموها غرزة المروحة عشان بتديكي شكل المروحة. بعدها هتعملي سلسلة وهتروحي على الصدفة وتشتغلي صدفة من عمودين سلسلتين عمودين، ده كده هيبقى الشكل معاكي، تمام كده. كده انا هكرر معاكي، هما دول الاربع سطور اللي بيكرروا معاكي، بس انا هكررهم معاكي بطريقة ان انتي اوريكي ازاي التشبيك، تشبكي ازاي عشان لو حبيتي تعملي شرايط وتشبكيهم في بعض. فانا هعمل معاكي السطر ده بس دلوقتي، وبعد كده هوريكي طريقة التشبيك. هو انا هنا شغالة كشريط، بس برضو حب اوريكي طريقة التشبيك عشان لو حبيتي تشبكي. كده احنا عملنا صدفة في الاول، ارتفعنا ثلاث سلاسل وعملنا صدفة. هنا عشان توصلي للنص، النص ده هتكرري السطر الاول اللي هو هتشتغلي ست سلاسل، تلاتة أربعة خمسة ستة، هتاخدي لفة على الإبرة، تمام، وهتعدي تسع أعمدة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة، على تسع عمود هتشتغلي عمود تلات سلاسل عمود، وده تكرار للسطر الأول. بعدهم هتعملي ست سلاسل، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، هتاخدي لفة على الإبرة وهتروحي على الصدفة اشتغلي جوه السلسلتين صدفة من اتنين عمود سلسلتين اتنين عمود. انت كده خلاص عرفتي ازاي الشغل عندك، وشايفاه زي ما انت سهل، زي ما انت شايفة كده سهل. هتعملي ايه بعد كده؟ بعد كده هتكرري الاربع سطور ابتداء من السطر الاول للسطر الرابع بنفس الشكل ده. يعني انت في السطر الخامس هتعملي هتدخلي على تسع عمود، وبعد كده هتكرري السطور، هتبقى عادي معاكي خالص، تمام. هنا انا هشتغل معاكي كام سطر كده، سطرين، اوريكي انت هتشبكي ازاي. انت هنا بترتفعي ثلاث سلاسل عشان توصلي للسطر اللي بعده، فانت هترتفعي سلسله واحده بس. احنا دلوقتي في السطر الخامس، لو انت في السطر الاول طبعا هتشبكي ابتداء من السطر الاول، اما انا هنا هشبك معاكي ابتداء من السطر الخامس، فهتجيبي كده وتعدي
واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، تمام؟ يعني هتعدي كده عشان ده اللي فيه السلاسل، هتختاري سطر يكون بدايته 3 سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، اهو ده اللي بدايته ال5 سلاسل. فانت هتعملي ايه؟ هترتفع ال3 سلاسل، اسف، هترتفعي سلسلة وهتدخلي هنا تعدي واحد اتنين تلاتة اربعة على الخامس، هتدخلي وهتعملي غرزة حشو، وبعدها سلسلة، وهتاخدي لفة على الابرة وهتلفي الشغل وتشتغلي الصدفة بتاعتك اللي هي عبارة عن عمودين، سلسلتين عمودين. بصي كده اتشبك معاكي، طبعا انت لو بتشبكي من اول السطر هيتشبك معاكي كده من اول سطر، بس انا حبيت اوريكي عشان لو حبيتي تشبكي. بعد كده هتعملي سلسلتين وهتعملي عمودين في نفس المكان، دي الصدفة، وانت عرفتي خلاص ان اول السطر واخره بيبقى فيه صدفة، وكمان لو هتكرري الغرزة كغرزة كقطعة واحدة هتكرري، هتلاقي عندك ما بين كل مروحة ومروحة في غرزة صدف. فهتشتغلي هنا 4 سلاسل، هتاخدي لفة على الإبرة وهتروحي جوه ال3 سلاسل تكرري السطر التاني بإنك بتشتغلي 7 9 أعمدة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة، و4 سلاسل، واحد اتنين تلاتة أربعة، هتاخدي لفة على الإبرة وهتعملي الصدف. احنا انت هنا التشبيك عندك هيبقى كل سطرين، لان كل سطرين هيقابلوا بعض ال3 سلاسل، عشان انت لما بتقلبي الشغل بيبقى عندك سطر 3 سلاسل من الجنب ده وسطر 3 سلاسل من الجنب ده، تمام؟ انت كده شبكتي اهو، السطر اللي جاي انت كده مش هتشبكي، ما شبكتيش في السطر ده، هتشبكي في السطر الجاي، فهترتفعي واحد اتنين تلاتة وهتلفي الشغل، وفي السطر ده هتشبكي في اخره، فهتعملي الصدفة اللي هي عبارة عن 2 عمود سلسلتين 2 عمود، تمام؟ وبعدها هتعملي 3 سلاسل، واحد اتنين تلاتة، وعلى ال9 أعمدة هتعملي على كل عمود عمود، هتاخدي لفة على الإبرة كده، وانت كده بتكرري السطر التالت، هتعملي على كل عمود عمود، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. احنا هنا مش هنشبك في السطر ده، انت هتشبكي في ارتفاع السطر اللي جاي، تمام؟ كده عملنا 9 أعمدة على ال9 أعمدة، ده بقى الشكل عندك. هتعملي 3 سلاسل، واحد اتنين تلاتة، وهتعملي المروحة اللي الصدفة اللي هي عبارة عن 2 عمود سلسلتين 2 عمود. يبقى السطر ده انت زي ما انت شايفه كده ما شبكتيش فيه، انت شبكتي في السطر اللي تحته، وهتشبكي في السطر اللي جاي في ارتفاع 3 سلاسل، فهترتفعي سلسله واحده بس، وهنا هتلاقي قدامك هتسيبي السطر اللي فيه اللي ما فيهوش 3 سلاسل، وهتروحي للسطر اللي فيه 3 سلاسل وهتشتغلي فيه غرزه حشو، وبعدين هتعملي سلسله وهتلفي الشغل كده كانك اشتغلتي 3 سلاسل، وهتكملي هتشتغلي على الصدفه صدفه من عمودين سلسلتين عمودين وسلسلة، وبعدين هتشتغلي على كل عمود عمود عمودين من ال9 أعمدة، فهيبقى عندك 18 عمود، انا هكملهم 18 عمود وهرجعلك. كده انا كملتهم 18 عمود، هتعملي سلسلة وهتدخلي جوه سلسلتين وهتشتغلي الصدف اللي هي من عمودين سلسلتين عمودين، تمام؟ كده انا وصلت معاكي ان انا وريتك التشبيك اهو زي ما انت شايفه كده، وطبعا لو انت مشبكه من اول سطر هيبقى عندك، هتشتغلي في الاول الشريط الاول كامل، وبعد كده هتشتغلي الشريط التاني، هتفضلي تشبكي من اول سطر هتشبكي ال3 سلاسل في ال3 سلاسل اللي قدام، تمام؟ ده هيبقى الشكل عندك. اما التكرار زي ما قلت لك هتكرري ابتداء من السطر الاول للرابع، او ابتداء من الخامس للثامن زي ما انت عايزه، تمام؟ ده شكل
الشريط عندك، وانتي هتشتغليه بأي شكل، هتعمليه ستارة، هتعمليه كوفية، هتعمليه قطعة واحدة زي ما قلتلك، بتكرري 14 سلسلة وبعدين بتزودي سلسلة وبتشتغلي، هيبقى عندك عبارة عن صدفة مروحة صدفة مروحة، هتبقى شغالة معاكي، وفي الآخر بسبب السلسلة اللي انتي زودتيها دي هيبقى عندك في آخر السطر غرزة صدفة. تمام، أنا كده خلصت معاكي طريقة عمل الشريط، يا ريت الشرح يكون واضح ليكي، وبإذن الله نتقابل في فيديو جديد، ولحد ما نتقابل أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.